تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الجمهورية يبعث برقية شكر لقيادتي السعودية والإمارات. تشييع رسمي وشعبي مهيب للفقيد الدكتور صالح باصرة. اللجنة العليا للموازنات تعقد اجتماعها الأول برئاسة رئيس الوزراء. المحافظ البحسني يدشن مبادرة السلطة المحلية للتخفيف من أعباء الحياة المعيشية عن المواطنين. وكيل حضرموت الوادي والصحراء عصام الكثيري يشيد بالدور الإعلامي لقناة حضرموت الفضائية. من الإيجاز للتفاصيل، أهلا بكم. بعث الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية رسالة شكر وامتنان وتقدير لإخوانه قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على دعمهم اللامحدود ومواقفهم الأخوية الأصيلة والصادقة تجاه الشعب اليمني في السراء والضراء، وتقديمهم للغالي والنفيس لنصرة اليمن أرضا وإنسانا. الرئيس ثمن في هذا الصدد إطلاق المملكة والإمارات مبادرة إمداد لسد فجوة الاحتياج الإنساني في قطاعات الغذاء وسوء التغذية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع المنظمات الدولية، وتستهدف من 10 ملايين إلى 12 مليون متضرر. الرئيس أشاد بالدعم الكبير لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لجهود الإغاثة الإنسانية عبر الفرق الميدانية وفروع الهيئات الإغاثية الخليجية المانحة في اليمن، ودعمهم السخي لخطة الاستجابة الإنسانية في البلاد للعام 2018 بأكثر من 1,250,000,000 دولار أمريكي. كما أشاد الرئيس هادي بهذه المبادرة الإيجابية التي أعلن عنها يوم أمس في الرياض من قبل الدكتور عبد الله ربيع المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي، والتي تترجم اهتمام قيادتي البلدين باليمن بما يمثله من عمق أخوي واستراتيجي لأشقائه في إطار واحدية الدم والهدف والمصير المشترك. في مراسم رسمية وشعبية مهيبة يتقدمها رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك شيع الوطن يوم أمس في العاصمة المؤقتة عدن جثمان فقيد الوطن الكبير الدكتور صالح علي باصرة الذي وفاه الأجل في العاصمة الأردنية عمان بعد مرض عضال ألم به. واستقبل رئيس الوزراء وعدد من قيادات الدولة والحكومة والسلطة المحلية جثمان فقيد الوطن والشخصية الوطنية والأكاديمية والاجتماعية الدكتور باصرة في مطار عدن الدولي، حيث أدوا عليه صلاة الجنازة قبل أن يتحرك في موكب التشييع إلى جامع أبان في مديرية كريتر قبل دفنه في مقبرة القطيع. وشارك الآلاف من المسؤولين والمواطنين في موكب التشييع الذي شق طريقه وسط العاصمة المؤقتة عدن التي خيمت عليها أجواء الحزن برحيل هذه الشخصية الوطنية والنضالية والأكاديمية البارزة والمؤرخ المعروف الذي أفنى حياته من أجل الوطن وخدمته. هذا وقد نعى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بكل عبارات المواساة والأسف الرحيل الفاجع لوزير التعليم العالي السابق والشخصية الأكاديمية والمؤرخ المعروف الدكتور صالح علي باصرة الذي ترك وراءه سيرة شخصية عطرة وإرثا تاريخيا ثمينا في العمل الأكاديمي والتاريخي على المستوى المحلي والخارجي. كما حضر رئيس الوزراء مراسم العزاء التي أقيمت بمنزل الفقيد حيث قدم التعزي إلى أبنائه شادي وإخوانه محسن وجميع آل باصرة، مؤكدا أن الخسارة التي منيت بها اليمن برحيله فادحة ومؤلمة، داعيا الله العلي القدير أن يعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان. هذا وسيقام العزاء على الفقيد الدكتور صالح علي عمر باصرة بالمكلا للرجال عصر الجمعة في منزل أخيه محسن بحي السلام الشارع الثاني بجوار مسجد بصعر، وللنساء يومي الجمعة والسبت ببيت والدته بالإنشاءات فوة الجهة البحرية خلف جامعة الريان. استعرضت اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2019 في اجتماعه الأول الملعقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، استعرضت موجهات عملها والخطط التنفيذية بموجب المهام المسندة إليها.
في قرار رئيس الوزراء رقم 165 لسنة 2018 والخاص بتشكيلها، وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة. رئيس الوزراء جدد التأكيد على ضرورة أن تبنى الموازنة العامة على أسس وتقديرات واقعية تراعي الظروف الاستثنائية غير العادية التي تعيشها اليمن، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي مجهودا استثنائيا بالضرورة يقع على عاتق اللجنة. الدكتور معين عبد الملك وجه السلطات الحكومية المعنية بالسيطرة على قطاعات الإيرادات والعمل على تنميتها وتحسينها بما ينعكس إيجابا في المعالجات المستمرة وخطة عمل الحكومة للحفاظ على الاقتصاد الوطني وإعادة عجلة التطور والنمو، لافتا إلى أن الإجراءات الحكومية الناجعة المتخذة مؤخرا والتي أسهمت في تعزيز قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي بعد تداولها إلى مستويات قياسية ينبغي أن تستمر وأن ينعكس ذلك على تحسين مستوى ومعيشة المواطنين. دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني مبادرة السلطة المحلية للتخفيف من أعباء الحياة المعيشية عن المواطنين في المحافظة، وذلك في مدينة المكلا قبل الموعد المقرر للبدء بتنفيذ المبادرة بثلاثة أيام وبالتزامن مع تدشينها في مديريات الشحر وقي الباوزير. البحسني قال بأن السلطات المحلية بالمحافظة أولت هذا الموضوع أهمية خاصة من أجل التخفيف عن المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، مؤكدا أن هذه المبادرة ستشهد تطويرا في المراحل القادمة وتوسيعا في السلع الغذائية التي تم اعتمادها. وتقدم محافظ حضرموت بجزيل الشكر والتقدير للجان المجتمعية واللجنة التموينية العليا التي أشرفت على تنفيذ المبادرة، لافتا إلى أن تدشين المبادرة في ثلاث مديريات قبل الموعد المقرر لتنفيذها في 25 من شهر نوفمبر الجاري يعد إنجازا يؤكد على الجهود التي بذلت من قبل جميع الجهات العاملة على إنجاح المبادرة وتنفيذها. البحسني طاف بعدد من المراكز المعتمدة لتوزيع المواد الغذائية في عدد من أحياء مدينة المكلا. تم نجاح هذه الخطة، خطة مبادرة السلطة المحلية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. هذه الخطة كانت خطة طموحة وخطة جدا مهمة بالنسبة لنا، وكنا قلقين جدا وكنا متقيدين بالجدول الزمني الذي وضع لها وتتضمن إجراءات تنفيذية ثم زمنة مسؤولين عن التنفيذ. الحمد لله كما ترون نحن استبقنا التاريخ، كمان استبقنا 25 نوفمبر بأن نكون اليوم قبل يومين في الموعد، وهذا دليل على أنه الأخوة الذين أسندت إليهم هذه المهمة، مهمة التحضير والأعداد، أعداد الوثائق وأعداد المواد وكل شيء، كانوا على مستوى المسؤولية. شكرا لمدراء عموم المديريات الذين اشتغلوا ليل ونهار مع الفرق التابعة لهم، شكرا للرجال المجتمعية، شكرا للرجال الأمن الذين هم أعضاء أيضا في هذه اللجان. هذا عمل رائع، عمل عظيم جدا، سيتطور هذا العمل، نطوره باستمرار لصالح المواطن، وباستمرار ستجدون قريبين منكم، ستسمعون بإذن الله خلال اليومين القادمة أيضا في تخفيض في تسعيرة المحروقات، ستنزل تسعيرة المحروقات أيضا لنساعدكم في أمور كثيرة. ستمضي حضرموت بإذن الله من أفضل إلى أفضل بفضل تعاونكم، بفضل انضباطكم، بفضل فهمكم، بفضل روحكم الوطنية الكبيرة. تعاونوا مع الأجهزة الأمنية، تعاونوا مع الأجهزة الإدارية، هؤلاء جاءوا لخدمتكم وسيخدموكم وستكونون ضمن الفريق الذي يعمل من ضمن هذا القوام. كما التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني وفدا من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. البحسني استمع من الوفد إلى انطباعاتهم عن زيارتهم لحضرموت بعد أن زاروا السجون وتعرفوا على وضع المساجين والمعاملة التي يعاملون بها وأحوالهم من الناحية المعيشية والقانونية، مؤكدا بأن حضرموت تعتبر نموذجا في التعامل مع السجناء ومنحهم لكافة حقوقهم، ومشيدين بتعاون كافة الجهات الأمنية معهم وتسهيلها لتنفيذ مهامهم على أكمل وجه. حضر اللقاء ممثلين مكاتب المفوضية في حضرموت والمهرة لميس الحامدي وفي تعز معين العبيدي
وفي مأرب مهدي بلقيث ورئيس شعبة السجون بالجمهورية ناصر الصبيحي ومساعد إدارة حقوق الإنسان بوزارة الإدارة المحلية منى القاسم. أوضح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري أنه سيتم في 25 من الشهر الجاري تنفيذ عملية توزيع المواد الغذائية الأساسية للمواطنين في عموم مناطق وادي وصحراء حضرموت، وذلك ضمن المبادرة الخاصة التي أطلقتها السلطات المحلية بالمحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين. بتوجيهات من الأخ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء قريس أمين البحسني الذي أمر بمشروع المشروع التمويني لكل حضرموت ساحلها وادي، وقد اشتغلنا في الفترة الماضية في تجهيز العمليات كلها سواء البطائق وتجهيزها وصرفها والعملية الحصر التي تأخرت فيها كثير من الجهات، وخاصة وأن وادي حضرموت يمتاز ببعد المسافات عن المركز في مناطق مديرية صحراوية، ولكن بدأت قبل يومين توزيع بطائق على أغلب المديريات وقام بتوزيع على أخوة المواطنين الذي هم تحق لهم أو كل المواطنين في الذي يحتاج هذه البطاقات. إن شاء الله الأسبوع القادم ستنفذ بنت العمليات إن شاء الله في وقت واحد تاريخ 25 في كل مستوى، كما أمرها الأخ المحافظ في وقتها المحدد إن شاء الله تاريخ 25 يكون بداية الترشيم لهذا المشروع الذي يعتبره مشروع طموح جدا سيخفف العبء على أبناء محافظة حضرموت في مجال المواد الأساسية في التي يحتاج لها كثير من المواطنين. إلى ذلك أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري بالدور الإعلامي والهام التي تقوم به قناة حضرموت الفضائية من خلال عكس صورة المحافظة وأنشطتها والموروث الثقافي الحضرمي الواسع بمختلف صوره، وكذا حركة التنمية الحالية في المحافظة وواقع المواطنين المعاش في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. الكثير عبر خلال لقائه بسيئون بالمدير التنفيذي لقناة حضرموت الأستاذ صلاح بن جوهر ومدير الأخبار الأستاذ غسان عبدون عن ارتياحه وإعجابه بجهود كادر القناة الفني والإداري والمذيعين ومعدي البرامج منذ افتتاح القناة في ظل التجربة الأولى التي خاضوها في مجال القنوات الفضائية. كما قدم الكثير شكره للشيخ المهندس عبد الله بكشان نظير دعمه الكبير للقناة التي شكلت مساحة مميزة لعرض إبداعات الشباب الحضرمي في مختلف الجوانب الإعلامية، داعيا في ذات الوقت إلى أهمية إعطاء مزيد من الاهتمام الإعلامي للمواقع الأثرية والتاريخية وتعريف الأجيال والعالم بها، مؤكدا استعداد السلطة المحلية بوادي حضرموت دعم القناة في مختلف الجوانب. بدوره عبر الأستاذ صلاح بن جوهر المدير التنفيذي لقناة حضرموت عن شكره وتقديره لوكيل المحافظة عصام الكثيري ودعمه القناة وتذليل كثير من الصعوبات التي واجهت القناة في مهامها الإعلامية خلال الفترة الماضية وأبرز الخطط والبرامج للسنة القادمة، وكذا سعي القناة إلى تطوير نشاطها في الفترة القادمة وإطلاق باقة من البرامج في عدد من المجالات المتنوعة. ناقشت لجنة العائدين من المملكة العربية السعودية بوادي حضرموت برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، ناقشت جملة من القضايا المتصلة باستقبال العائدين واستعدادات المرافق ذات الاختصاص لتقديم الخدمات اللازمة وتوفير الظروف المعيشية الكريمة لهم. وفي افتتاح الاجتماع أكد الوكيل السعيدي على تضافر الجهود أعضاء اللجنة للمساهمة في تخفيف المعاناة عن الأسر العائدة، مثمنا جهود عدد من رجال الخير والأعمال في تقديم يد العون والمساعدة عبر عدد من التدخلات الإنسانية. اللجنة أقرت دليل اختيار الأسر العائدة وفق تصنيفها في مستويات 4 لتسهيل تقديم التدخلات وفق تلك المستويات، وسمعت اللجنة لأوجه التدخلات المتاحة من مكاتب الأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني والأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضرموت في سبيل سيل عمل اللجنة في العيش الكريم للأسر العائدة لأرض الوطن. ختام الأخبار، إليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يبعث برقية شكر لقيادتي السعودية والإمارات. تشييع رسمي وشعبي مهيب للفقيد الدكتور صالح باصرة.
اللجنة العليا للموازنات تعقد اجتماعها الأول برئاسة رئيس الوزراء. المحافظ البحسني يدشن مبادرة السلطة المحلية للتخفيف من أعباء الحياة المعيشية عن المواطنين. وكيل حضرموت الوادي والصحراء عصام الكثيري يشيد بالدور الإعلامي لقناة حضرموت الفضائية.